صباح النور البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى الفيديو ديالي ديال اليوم يلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم الروتين ديالي ديال هذا الصباح، خليكم معايا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو اللي درتها غادي نشاركها معكم. اول حاجه بغيت نشكر البنات اللي مؤخرا خلاو لي تعليقات في الفيديو الاخير من بعد ما نزلت الصوره ديالي في البروفيل ديال القناه. بزاف البنات كيقولوا لي واش انت هي هذه كنزها اللي في الصوره. انا هي هذيك اللي في الصوره البنات، نزلتها باش تعرفوا عليا اكثر وتقربوا مني اكثر ولو غير بالصوره، يعني تخيلوني اكثر غير بالصوره. كنشكر البنات اللي نزلوا لي تعليقات زوينين، كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم ليا والقناه ديالي. هادشي اللي كاين. غادي نجاوب على واحد السؤال بزاف البنات كيطرحوه عليا، كيقولوا لي كيفاش الوليدات ديالك كيفاش كيدوزوا النهار ديالهم واخا في العطله واخا جالسين الدار. كنحاول ندير لهم شي شويه ديال لي زاكتيفيتي واخا في الدار، بحال هكا مره كيمشيو لابيسين، مره كيمشيو مع صحابهم، مره كيجيو عندهم صحابهم للدار، كنخرجهم انا مره كما قلت لكم في شحال من فيديو. ومن طبيعه الحال كيديروا حتى لي كومبيتي ديالهم الحفاظه. بالنسبه لولدي ما كيديرش بزاف ديال الحفاظه، ولكن بنتي مرتبطه بداك الليبرو دي فاكانسي. كنظن كاع البنات اللي كاينين هنا في ايطاليا كيكون عندهم داك الليبرو دي فاكانسي بالنسبه للوليدات اللي في الابتدائي، فحتى هي كدير مره ديك الحفاظه ديالها. كنحاولوا نعمروا النهار، كيدخلوا معايا الكوزينه، نخرجهم شويه البارك، المهم فين ما مشيت كنديهم معايا، كنحاولوا نخلقوا شي شويه نعمروا شويه الوقت، لان ما نزلتش المغرب. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على المغرب، انا كنزل صيف اه وصيف لا، حيت صعيب عليا نمشي كل سنه للمغرب. راكم عارفين العام دغيا ولا كيطير، فكندير عام اه وعام لا. هاد الصيف هذا جات فيه النوبه انني ما نزلتش للمغرب. هادشي اللي كاين. كيف ما كتشوفوا هنا، يلا فطرت انا والبنيته ديالي. غادي نغسل الماء عندي ديال الفطور، وغادي ندوز باش غادي ندير واحد الخبز ديال الشاورما ولا خبز تاكوس ولا البيادينا، غادي نشاركوا معكم. بالنسبه للخبز ديال الشاورما ولا البيادينا ولا الخبز ديال الطاكوس، كل واحد كيفاش كيسميه. سهله البنات، كنسبق لي واحد درتو معكم في واحد الروتين قديم في القناه. بالنسبه للمقادير ديالو ما كيحتاجش شي حاجه كثيره. هنايا عندي نص كيلو ديال الطحين ديال الفورس، درت معاه جوج معالق ديال الزبده تكون بالدرجه ديال حراره المطبخ، ودرت معاه معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه. دابا راه الصهد ما تكثروش الخميره، غير انا ما غنخليش يخمر بزاف دغيا، غادي نطيبو. ودرت هنايا جوج معالق ديال السكر سنيده وشويه ديال الملح. صافي هادشي اللي كنحتاجو باش نصايبو العجينه، وغادي نجمعو بالحليب الدافي. من الاحسن ديروا ليه الحليب باش كتجي هذيك البيادينه فتيه وزوينه، ما تعجنوش بالماء. صافي هادو هما المقادير اللي كنحتاج، غادي نعجنو ومن بعد نرجع معاكم. من بعد ما عجنت العجينه البنات، كيف ما كتشوفوا معايا كنحصلوا على عجينه تكون رطبه. ضروري ما تعجنوها بالحليب باش كيجيكم هذا الخبز ديال البيادينا كيجيكم مرطب وزوين. صافي دابا هنايا غادي ناخذ هذه العجينه وغنبقى ندير منها كويرات في هذا القد هذا. حاولوا ديروهم يكونوا صغيورين شويه حيت مازال غادي نطلقهم بالمدلك. صافي انا غادي نشكل كويرات من هذه العجينه. تقريبا هذا القياس هذا راه كيعطيني 20 وحده. صافي غادي نكمل انا نقسمهم ونخليهم كيرتاحوا، ماشي بزاف حيت دابا الحال سخون، غنخليهم غير واحد 10 ديال الدقائق كيرتاحوا، ومن بعد غادي نبدا نطلقهم بالدلاك ونبدا نطيبهم مباشره. تخليهمش يخمروا بزاف حيت كيف ما شفتوا راه درت فيهم معلقه كبيره ديال الخميره، وما يحتاجش دابا الصهد. ندوز نخليهم غير شويه يرتاحوا باش ملي نجي نطلقهم بالمدلك يعطيوني الطوع. صافي نبدا نطيب فيهم.
ها نتوما البنات في نفس الوقت اللي انا كنشقى فيه في الكوزينه، البنيته ديالي جالسه حدايا كدير لي كومبيتي، الحفاظه تابعانا يا فوق المدرسه يا في العطله. بالنسبه للوليدات اللي هنا في الابتدائي ضروري ما كيعطيوهم هاد الليبرو ديال لي فاكانسي، راكم عارفين الوليدات الصغار دغيا كينساو، فمي كيديروا هاد لي كومبيتي مره بحال هكا في الصيف كيبقاو عاقلين، باش ملي كيدخلوا للمدرسه في الاول الدخول المدرسي كيراجعوا معاهم كيلقاوهم بعدا شويه باقيين عاقلين على شحال من حاجه. فانا كنتجلس حدايا بحال هكا في الكوزينه اللي ما عرفتهاش كنعاونها تقريبا، ما كنديروش كنعطيها غير واحد نص ساعه بحال هكا في النهار، كدير فيها مثلا جوج صفحات ثلاثه حتى لاربعه بركه عليها، وعاود حتى النهار الاخر وكنديرو عاوتاني شويه باش ما تجي فين تسالي العطله حتى نكونوا ساليناه حتى حنايا. البنات اللي كيديروا لي كومبيتي مع الوليدات ديالهم يخليوها ليا لتحت في التعليقات. ها نتوما البنات من بعد ما خليتهم ارتاحوا واحد 10 ديال الدقائق دغيا كيتنفخوا حيت الحال سخون، ما كيحتاجش نخليوهم بزاف، وكيف ما شفتوا راه كثرت ليهم الخميره، درت معلقه كبيره ديال الخميره. صافي دابا مني ارتاحوا وخمروا واحد شويه غادي نبدا نطلقهم بالمدلك، كندير واحد شويه ديال الطحين الفورس باش ما يتلصقوش لينا. صافي كطلقوهم رقاقين كيف ما شفتوا معايا حتى كتولي كتبان يديكم، حيت مني غادي نديرهم في المقله يطيبوا كيتنفخوا حيت فيهم الخميره، شفتوا معايا بحال هكا كنطلقوهم على شكل دائري. صافي وكنبداو ندوزو نطيبوهم، ما كياخذوش الوقت بزاف في الطياب، دغيا كيطيبوا. ضروري ما تكونوا موجدين واحد الصينيه ولا طبسيل وشي زيف، حيت مني كطيبوهم ضروري ما تغطيوهم البنات سينو غيقصحوا لكم. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ بهم يمكن لكم تخليهم في الثلاجه حتى ليومين ثلاث ايام ما كيطرى لهم حتى شي حاجه، ولكن بشرط كما قلت لكم تغطيوهم بالمنديل، ولا كنتو غتدخلوا من الثلاجه كديروا واحد البلاستيكه وكتسدوها مزيان كيبقاو حتى 3 ايام. ديروا بحال ديروا بهم بحال هكا لي ساندويتش ديال الشاورما، لي ساندويتش مثلا غير بالفرماج والبيض، بزاف ديال الاختيارات. المهم انا عطيتكم اليوم العجين، الا بغيتوا تشوفوا بالتفاصيل الفيديو اللي كنت درت فيه هاد البيادينه هادي بالحشوه ديال الشاورما غنخلي لكم لتحت الرابط ديالو في صندوق الوصف باش تمشيو وتشوفوه بالتفاصيل. غادي ندوز انا نبدا نطيبهم وهانتوما معايا. كتنقصوا عليهم العافيه، كديروا غير عافيه مهيله باش ما كيتحرقوش لكم كيطيبوا على المهل ديالهم. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا انا بديت كنطيب فيهم، انا غادي ندير وحده قدامكم. بحال هكا راني ناقصه عليهم العافيه كما قلت لكم باش ما يتحرقوش. صافي وكتبداو طيبوا فيهم بحال هكا كيجيو، كيمكن لكم طويوهم على الشكل اللي بغيتو، كيجيو رطبين وخفافين نتوما. صافي انا غادي نبدا دابا نكمل الطياب كامل. كما قلت لكم البنات ضروري ما تغطيوهم حيت سينو راه يقصحوا لكم، ومني غنسالي غندير واحد البلاستيكه وغادي نسد عليهم. ها نتوما غير كيبداو يتنفخوا شويه بحال هكا، صافي وكنقلب بحال هكا حتى كنطيبها من الجهات بجوجهم حتى كتحمر ليا. شوفوا كيفاش كيبداو يتنفخوا، حيت راه كما قلت لكم العجينه راها خامره مع دابا الصاد. ما كياخذوش حتى الوقت في الطياب، ما كياخذوش بزاف، دغيا كيوجدوا. صافي انا غادي نكملهم. هذا هو الطريقه كيفاش كنحضر انا الخبز ديال الشاورما ولا الخبز ديال البيادينه. من الاحسن توجدوه بحال هكا في الدار حسن ما تشريوه، لان في السوبر مارشي كيتباع غير باكي فيها غير ربعه تقريبا باورو 50 اورو 60، فعلاش لا ما نوجدوش في الدار بحال هكا ونصايبو به لي ساندويتشات اللي بغينا. غادي نكمل انا الطياب ديال هاد لي بياديني كاملين كيف ما شفتوا معايا. صافي كتبدا تحمر بحال هكا، نقلبها على الجهه الاخرى حتى هي تحمر شويه. صافي ونحيدها. كملتهم كاملين في الطياب، سديت عليهم بالميكاب البلاستيكه بحال هكا باش يبقاو رطبين وفتيين. كنتمنى البنات تجربوهم حتى نتوما في الدار، كيجيو زوينين كما قلت لكم الحشوه اللي بغيتو باش ما بغيتو تعمروهم. انا غنخليهم حتى العشيه
وغادي نديرهم للعشاء مع العائله ديالي، حيت غنتجمعوا في العشاء حيت ما كاينش الزوج ديالي دابا في الوقيته ديال الغداء. وديك الساعه غنشوف باش نعمرهم، واش غير بالبيض والفرماج ولا بالصدر ديال الدجاج ولا بحال هكا بالشلاضه مخلطه مع الطون. من بعد غادي نشوف هما شنو بغاو. جربوا هما البنات كيجيو زوينين. انا عطيتكم اليوم الاقتراح ديال العجين والحشوه، نتوما تفننوا فيها ديروا اللي بغيتوا. صافي غادي نطرفهم على جنب. البنات شكون بحالي ما تضحكوش عليا، كيعجب هذا التغدى بطريف ديال الدلاع يكون بارد وطريف ديال الخبز، كتعجبني هاد الاكله اللي بحالي. تخليها لتحت في التعليقات وما تضحكوش عليا، كتعجبني هاد الاكله. ما عرفتش في وقيته الصيف ومي كيكون الدلاع كيعجبني ناكلو مع خبيز، نتغدى به بحال هكا. انا غادي نتغدى بطريف الدلاع وخبيز، وبنتي غادي نسخن لها بيتزا حيت كاينه غير انا وياها في الدار، وتا هي نعطيها شويه ديال الدلاع بارد. غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي وغادي ندخلو للثلاجه باش يبرد، من بعد نتغداو. البنات من بعد ان شاء الله في الفيديوهات الجايه غادي نشارك معكم كيفاش تصايبوا لا كونفيتور ولا المربى ديال الدلاع، كيجي زوين البنات وما كيحتاجش مقادير كثيره، غير السكر والقشور، ماشي هاد القلب ديال الدلاع، غير القشره اللي كنرميو. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه الا بغيتوني نشارك معكم خليوها ليا لتحت في التعليقات، ان شاء الله في الفيديوهات الجايه ننزلو لكم. هذا هو الروتين ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، ومن طبيعه الحال حتى نتوما تجربوا الخبز ديال لابيادينا ولا ديال الشاورما في الدار، والحشوه لكم الاختيار كيف ما بغيتوا تعمروه نتوما. البنات ما تنساوش لايك للفيديو وتخليوا ليا من طبيعه الحال تعليقاتكم، وكنشكر مره اخرى البنات اللي خلاو ليا تعليق من بعد ما نزلت الصوره ديالي في البروفيل ديال قناتي نيزا شانيل. كنشكركم بزاف البنات، كنشكركم على كلامكم الزوين. غادي نحبس الروتين هنايا ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا لكم بزاف البنات، كما قلت لكم ما تنساوش لايك للفيديو. سلام عليكم.